جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أهلا بكم، والبداية من الأهرام. القوات المسلحة تواصل ضرباتها الموجعة للإرهاب ومقتل نحو 4 إرهابيين شديد الخطورة والقبض على 112 آخرين. السيسي: ليس لدينا ما نخفيه في ملف الغاز، ومصر أحرزت هدفا وتحولت فيه إلى مركز إقليمي للطاقة. خلال استقباله رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا الرئيس تطوير منظومة التعليم بالاستعانة بالخبرة اليابانية. ومن جانبها كتبت صحيفة الأخبار: الرئيس يتفقد مركز خدمات المستثمرين ويفتتح فرعي أكتوبر وجمصة بالفيديو كونفرنس، وإعلان رموز مرشح الرئاسة اليوم والقوائم النهائية السبت. الإدارية العليا ترفض الطعن على ترشيح موسى مصطفى موسى، وليلة الزمالك على موعد مع النصر في 8 مساء على استاد القاهرة. أما صحيفة الجمهورية فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: في اجتماعات اللجنة المصرية مع وفد الجيش الليبي توحيد المؤسسة العسكرية حجر الزاوية لبناء الدولة في ليبيا، وزير الأوقاف: رعاية الرئيس للمؤتمر الدولي لمواجهة الإرهاب تحملنا مسؤولية كبيرة، والمؤتمر رسالة سلام للعالم لرفض الأفكار المنحرفة. أولى رحلات العمرة تنطلق بداية مارس المقبل، ونحو 400 ألف تأشيرة حتى نهاية شهر شعبان. ومن صحيفة الشروق نطالع: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل صباح اليوم، ومصدر بالتموين بدأ التحضير لمعرض أهلا رمضان أول مارس المقبل. وبنكا استثمار يتوقعان وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عناوينها: وزير الأثار إلغاء احتفالية تعامد الشمس على أبو سمبل احتراما لأرواح الشهداء، وثلاثة وزراء يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، والرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد في مصر. على الأرصاد: طقس اليوم دافع على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 23 درجة. وإلى مقالات الرأي والصحف المحلية، ونطلع من صحيفة الأهرام مقالا تحت عنوان: مصر مركزا إقليميا للطاقة. يقول فيه الكاتب: تمضي مصر بثبات قوي وإصلاحات اقتصادية واسعة وتشييد بنية تحتية قوية نحو مستقبل زاهر فيما يتعلق بالطاقة، سواء كانت غازا أو بترولا أو طاقة متجددة من مصادر طبيعية. وجهود مصر الحالية وطموحاتها ليست فقط من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل تحقق استراتيجيتها الطموحة في أن تصبح البلاد مركزا إقليميا مهما لتصدير الطاقة إلى العالم. فمصر تمتلك البنية الأساسية لتحقيق هذا الحلم، ولديها المنشآت الضرورية مثل خطوط الأنابيب التي تحمل الغاز والبترول ومحطات التسييل الخاصة بالغاز الطبيعي. أهلا بكم جديد، نتحول للصحافة العالمية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: ضغوط دولية لوقف الإبادة الجماعية في الغوطة وموسكو تنتقد تهويل الغرب وأنقرة لاتصالات استخباراتية حول عفرين. استياء عراقي من دور إيران في إعدام صدام. قصف الجيش اليمني في نهم والضالع ومعارك ضد الميليشيات في ميدي. والتحالف يدمر معسكرا حوثيا في زمار ويحبط نقل صواريخ لصنعاء. نقرأ من صحيفة النهار اللبنانية التي كتبت: صعوبات تعترض التحالف الثلاثي اللبناني، ومهمة مكتوبة لمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى. وغوتيريش يبدي قلقا عميقا من العنف بالغوطة الشرقية، وبرلين تطالب موسكو وطهران بالضغط على دمشق لوقف القصف. أما صحيفة الخليج الإماراتية فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: وسائل إعلام أمريكية تفضح قواعد إيران العسكرية واللوجستية بسوريا، والغوطة جحيم على الأرض وأهل الغوطة يدفنون أنفسهم في الملاجئ وسكان دمشق خائفون. غارات التحالف تحبط نقل أسلحة وصواريخ من صنعاء، والقوات الإماراتية تواصل الإسناد العسكري. ونطلع من صحيفة القبس الكويتية: السويد والكويت تطالبان مجلس الأمن بوقف وتوصيل المساعدات في الصليب الأحمر ودخول المساعدات إلى الغوطة الشرقية. ورئيس الوزراء الكويتي يترأس جلسة مجلس الأمن ويؤكد ندعم الجهود الأممية لمساعدة العراق.
إلى صحيفة الوطن السعودية والتي كتبت: غارات التحالف تدمر مخازن للأسلحة والميليشيات، والخلافات السياسية تدفع العراقيين للعزوف عن الانتخابات. 16 ألف مستوطن تسللوا للضفة خلال عامين، ولبنان يخشى انتقال الحشد إلى أراضيه، وتنديد إسلامي بتجنيد الحوثيين للأطفال. مؤتمر إعادة إعمار العراق ألقى بظلاله على مقالات الرأي، ولعل من أبرزها مقال بجريدة الحياة اللندنية والذي جاء تحت عنوان: إعمار العراق خطوة أولى في رحلة المليون ميل. من المؤكد أن الحكومة العراقية تعلمت كثيرا من تجربة الكويت، فالحاجة لمساعدات تتطلب التأهل للحصول عليها، سواء بالتشريعات المناسبة أو بتكوين البيئة الاستثمارية لملاقة مجتمع دولي لديه رغبة حقيقية واقتناع مبدئي بضرورة دعم العراق، ليس فقط لأنه بلد لديه ثروات وهناك مستقبل للاستثمار فيه، بل لأن استقراره بعد محنته مع داعش يساهم في الاستقرار الإقليمي. ولا شك في أن الحكومة ستتعلم أكثر من مفاوضات التعاقد لتنفيذ التعهدات، فأي طرف سيبحث حتما عن العناصر التي تعزز ثقته في الطرف الذي سيتصرف بالأموال. الكرة إذن في ملعب العراقيين. أهلا بكم جديد، ونقرأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: البيت الأبيض يعلن أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ورئيس كوريا الجنوبية يلتقي الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى في حفل اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ. نتابع من صحيفة التايمز البريطانية: الأزمة السورية تتصاعد، وبشار الأسد يحول الغوطة الشرقية إلى جهنم على الأرض، ومشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف النار في سوريا. ودونالد ترامب يتعهد أمام الناجين من مجزرة بيركلاند باتخاذ إجراءات قوية ضد الأسلحة النارية. أما صحيفة ليموند الفرنسية فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: فرنسا تطالب الأمم المتحدة بتحرك سريع لإنهاء الوضع المأساوي في سوريا، ولا سيما في الغوطة الشرقية التي تشهد قصفا مكثفا وعشوائيا. وترامب يؤيد تسليح المعلمين لمواجهة حوادث إطلاق النار بالمدارس. نرصد من صحيفة البايس الإسبانية: بنيامين نتنياهو يتلقى ضربة جديدة بعدما كشفت معلومات أن أحد أقرب مساعديه وافق على التعاون مع المحققين في إحدى قضايا الفساد التي تهدده. وفنزويلا تدعو الأمم المتحدة للإشراف الأممي على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر إبريل القادم. ومن صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقرأ: الاتحاد الأوروبي يرفع مساهمته في تمويل قوة دول الساحل إلى نحو 100 مليون يورو. ولندن تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد نهاية 2020. إيمانويل ماكرون يشارك في مؤتمر دولي في بروكسل لحشد المزيد من الدعم للقوة الإفريقية المشتركة. ونتحول إلى مقالات الرأي من جديد، ونقرأ من صحيفة الجارديان البريطانية في مقال لها حول أحداث الغوطة الشرقية بسوريا تحت عنوان: الأقوياء يتنافسون والمدنيون يدفعون الثمن. بعد سنوات طويلة من الحصار والضربات الكيماوية المتعددة، وبينها استخدام غاز السارين المدمر في عام 2013 ومقتل آلاف الأشخاص، لا تزال الغوطة الشرقية تقبع تحت الدمار والعنف، وما يحدث بالمدينة أكثر وحشية من الحصار المرعب الذي عانت منه مدينة حلب. ورغم إعلان الغوطة الشرقية منطقة آمنة في اتفاق بين روسيا وإيران وتركيا، لا يزال 400 ألف شخص تقريبا عالقين هناك. فالسوريون يدفعون ثمنا باهظا للحرب، والأقوياء استثمروا بشكل كبير وبات غير ممكن لهم الانسحاب حاليا أو الالتفات إلى السوريين. والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابع. ختام هذه الوقفة الصحفية، نشكركم طيبا المتابعة. يتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة في موجز إخباري. إلى الملتقى من جديد.